السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل محبي ومشاهدي المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكر الله يا جماعة الخير. ومع عرض مزرعة برق الحلال النهاردة بالاسكندرية أبيس 8، المهندس رزق بيقدم لحضراتكم 102 رأس خرفان برق حر كلها سكور. بسم الله ما شاء الله، قطيع كامل اهو قدام حضراتكم. اللي محتاج حاجة يروح على طول على المزرعة، يدخل وسط القطيع يختار اللي هو عايزه. بالنسبة للأعمار، فأعمار هتبدأ من أول 4 شهور و5 شهور و6 شهور ما شاء الله عليهم. بالنسبة بقى للأوزان، فالأوزان برضو جميلة ما شاء الله، في أوزان من 20 كيلو لحد 40 كيلو. يعني انت حضرتك هتروح المزرعة تنقي بنفسك الخروف اللي يعجبك، خده معاك وانت ماشي، واي عدد يا جماعة مش شرط حبل واحد. حضرتك عايز تشتري 102 حبل واحد مفيش مشكلة، عايز تشتري خروف واحد او اي رأس برضو مفيش اي مشكلة. بالنسبة للاسعار، فسعر الرأس الواحد هيكون عامل 2250 جنيه، 2250 جنيه. بسم الله ما شاء الله. الخرفان كمان يا جماعة باين، عشان بس تلاحظوا عشان محدش يقول ان هو السعر غالي. الخرفان باين ان القرون بتاعتها كبيرة وكمان وزنها تقيل، يعني في كده وفي كده زي ما هو قال لحضراتكم المهندس رزق. في اوزان بتبدأ من 20 كيلو لحد 40 كيلو، فربنا يبارك يا رب للبائع المشتري. لو حضرتك محتاج اي حاجة من العرض دوت، حضرتك تقدر تتواصل مع المهندس رزق 010-90-440-624، او استاذ احمد جمال مبيعات المزرعة 010-17-61-23-59، وهتلاقي الارقام بتاعتهم فوق الفيديو، وكمان هسيب لكم رقم في عنوان الفيديو وكمان في الوصف. واتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس لأول مرة تتفرجوا علينا، عشان توصلك كل الفيديوهات اللي بتنزل يوميا، سواء فيديوهات تعليمية أو عروض للبيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.